اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معتر مطهر منور منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى سدر على نور الهدى كحف الورى مسلاح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وطاب قوله الشهيد مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المطربين أنيس الغريبين رحمة للعالمين رحمة للعالمين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سرار السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغلماء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين سيد الجد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بني عبد الله نور من نور لا نور من نور لا نور من نور لا يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما.